قاعدين أيون واليهال، أنا وايد مستمتعة معهم من الصبح، مو بروحنا إحنا مدامين من الصبح، عندنا أطفال جدا جميلين. نهى صح؟ نهى ولا ندى؟ نهى. نهى شلونك؟ طيبة بخير. قولي لنا شو اسمك وكم عمرك؟ أنا اسمي نهى وعمري 8 سنوات. ومن يابك اليوم؟ أبوي. أبوك وين يشتغل؟ يشتغل في الوزارة الداخلية. لا، مع الاتحاد القطري للرياضة الجميع، صحيح؟ صحيح. طيب أنتي مستانسة، كلميني على الأجواء، شنو تحسين؟ جميلة. وشنو تشوفين؟ الرياضة شقد منتشرة هني؟ منتشرة واجد وجميلة. حلو. ما شاء الله جمهورنا، أنا موجودة من الصبح، الألعاب من الاتحاد القطري للجميع، للرياضة للجميع، في كذا لعبة، فاليهال قاعد يتنقلون من لعبة للعبة، وأنا وايد مستانسة معاهم. ندى ونهى قاعدين يلعبون ويجربون كل هالألعاب، ثقافة الرياضة وايد جميلة. قاعدة أشوف حتى أبوهم يايبهم وقاعد يتعنى ويخليهم روحوا وانطلقوا في المكان، فهذا أجمل شيء، تبون عيالكم وتخليهم أهما يبحثون في هذه الألعاب. نهى، كلمينا عن الرياضة، شو تحسين؟ الرياضة مهمة جدا، ولا يعني مهم أن تمارس الرياضة دائما. حلو، ليش نمارس الرياضة؟ حق شنو؟ للصحة والاستمتاع. زين بابا يمارس الرياضة؟ نعم. وانتي يعلمك تمارسين الرياضة؟ نعم. وبس اليوم سويتوا رياضة ولا بس كل مرة تسوون؟ كل مرة نسوي، مش أول مرة. حلو، إذا قولينا شو مجربتي هني؟ جربت أرامي وجربت الركض وأشياء كثيرة. إحنا قاعدين نشوف حتى ورا قاعدين ينطون، جربتي هالألعاب؟ شنو تحسينها؟ أحس أنها يعني جميلة ومفيدة للصحة. جميلة ومفيدة للصحة؟ حلو، أنت أي صف؟ أنا صف ثالث. حلو، وفي المدرسة يعلموكم عن الرياضة؟ نعم. أنا وايد مستانسة يا جماعة، لأن حتى أبوها مركز، شنو يعني شنو ثقافة الرياضة عندهم، فهذا أجمل شيء إن أنتم